انك اول وزير يزور مشلاتة هذه راهي ما هيش حاجة بسيطة. حضرة وزير جيتك لينا وصولك لينا الحقيقة فرحة كبيرة جدا. ايوه من بير الشباب ومن حركة الكشاف ومنشدات المنظمات الوطنية للشباب هي امتداد واذرع لوزارة الشباب وحكومة الوقف الوطنية. تقول هذه النساء بينه وبين القطاعات يحددوها المحليات يقول والله احنا نبغى ندرب مساعدين لرؤساء المجالس المحليه مسلاته بمختلف مناطقهم على هذا الترحاب وهذه الحفاوه اللي لبتونا فيها. الله يسلمك على بيع شغل يدوي. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. صفحة الحركة الكشفية بتعود ولقينا تصميم الناس انها لا ترى زراعة أمور طبيعية ولكن طبعا الحمد لله اليوم انا متواجد في مدينة مسلاتة لزيارة المرافق الشبابية على مستوى منطقة مسلاتة. كان لقاء اليوم مع المجلس البلدي لمدينة مسلاتة والأعيان وممثلي المنظمات الوطنية للشباب من كشافة والعمل التطوعي بيوت الشباب والناشطين والفاعلين الشباب على مستوى المنطقة. كان هناك صبر للآراء الشباب حول طموحاتهم وطلعاتهم للمرحلة القادمة. هذا اللقاء الحقيقة سيستتبع بإذن الله تعالى عدد من اللقاءات سواء للشباب على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني. مدينة مسلاتة مدينة الحقيقة لها إسهامها على المستوى الوطني فيما يتعلق بتجويد أداء الحركة الشبابية محليا وعلى المستوى الوطني بل على المستوى الإقليمي أيضا. احنا اللي قمنا بمعية المجلس البلدي لمدينة مسلاتة بزيارة عدد من المرافق الشبابية اللي نتطلع على الأقل يتم تعزيز بنيتها التحتية وإن شاء الله تعالى وزارة الشباب تطلق قريبا عدد من المبادرات اللي هي تستهدف الشباب لبناء قدراتهم ولصقلهم وتدريبهم وسيكون بإذن الله للمجموعات الشبابية المكونات الشبابية على مستوى منطقة مسلاتة نصيب من الانخراط في هذه البرامج. أيضا زرنا اليوم أحد المرافق الشبابية المهملة بكل أسف اللي تخص قطاع الشباب وبإذن الله أعطينا تعليمات للإدارات المختصة وأيضا لأذرع وزارة الشباب من الكشافة وبيوت الشباب والعمل التطوعي لإنشاء المركب الشبابي بمدينة مسلاتة وليكون منصة للشباب على مستوى البلدية وعلى مستوى كل مناطق ليبيا. مهم جدا أن تكون هذه الحاضرة وهذا المركب يستوعب عدد من البرامج الشبانية لليافعين والشباب. اللقاء بوزير الشباب رياضة كان رائع جدا ومثمر وإن شاء الله يلبي طموحات الشباب في مدينة مسلاتة. طبعا هو حطينا احنا في الصورة اللي تعاني منها مدينة مسلاتة وهو أبدى استعداده ورحب إن يعالج هالمواقف كاملة. وطبعا كنا اليوم احنا كلجنة وطنية عن طبع الشبابي والمكونات الثانية في المدينة باستقبال الوزير والوفد المرافق ليه لنحط الوزير في الصورة